نبدأ في أكت نمبر 4. مجموعة كبيرة من الشباب والشابات من خلفيات متعددة جمعهم حب الغناء، أتميزوا بالحضور والانسجام والاحتراف. أكبر فريق مشارك في برنامجنا كورال الفيحاء. نحن كورال الفيحاء. كنت في البرنامج ده مستني أشوف موهوب واحد، معانا النهاردة 36 موهوب. أنتوا بتطيروا العقل. نعم ثلاثة. نعم عبدو حامد غندورة غير ما بدو. نحن كتير بحاجة يسمعونا العالم، يعني نحن حتى نقدر نطلع غنية واحدة نشتغل شهور نتكل 100% على أصواتنا، فهيدا منبر كتير حلو بالنسبة لنا، فينا نعتبره أقوى منبر يعني حتى نسمع صوتنا. هم فل شمعة منورة، فل شمعة منورة منورة منورة. الليلة حنقدم شيء غير عن الأول مرة، وبطبيعة الحال نحن حاسبين حساب ثلاث مراحل، يعني نتمنى نوصل على النهائي. الناس دي أنا متوقع منها الليلة إن هو مرة أخرى يهزوا مشاعرنا، تبقى حاسس إن أنت في أجواء مختلفة، هو ده الفن. أنا متحمس جدا لكورال الفيحاء. رحبوا معنا بكل كورال الفيحاء. اجمالا هن بيحاكموا الكل، نحن عنا كمان شيء نقول لهم، ما حدا قال لهم شيء، فمفروض نحن نقيمهم كمان، مش هيك؟ ما قلنا حق؟ طبعا. انا بقول عنكم
كتير منيح، بس لنشوف الكورال شو بيقول. فلة 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 نورة شمع 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 التحكيم. ونبدأ بنجوى. أول شيء بشكركم إنكم كرمتوا عمر أكثر من الجمهور لحتى ما بقى يغار عمر. بعدين أنا بحب شي يوم، مش شي يوم، شي فترة روح أتمرن معكم. إنتوا ناس منضبطين، ما بتعصبونا، إحنا عم نسمعكم شبعنا من اللي بيعصبونا، انتوا بتخلونا نرتاح. علي تفضل. لا انا استمتعت كثير بالبرفورمانس، كثير حلو اختياركم للغنانه، كان كثير حلو. كان عندي انا ملاحظه من قبل انه الاغنيه اللي غنيتوها من اول بالحلقه الاول مره كانت كثير لبنانيه، عشان هيك يمكن بالعالم العربي ما كتير بيعرفوا غنية السنفور وهالقصة. هلأ الغنانة الكلاسيكال اللي انتو غنيتوها، احنا ما نعرفش السنفور اصلا. هلأ صاروا اثنين، يعني احنا ما نعرفش السنفور في مصر. بس لا انا بعتقد الكلاسيكال اللي غنيتوه كانوا كتير حلوين، كتير منيح، وانتو هيك تبسطوا يرفان. برافو عليكم. عمرو تفضل. انتوا الاعظم، انتوا الاحلى، انتوا الاجمل، انتوا الاكثر موهبه. انتوا مش موهبه واحده، انتوا 36 موهبه عبقريه، 50 موهبه عبقريه. انتوا فله شمعه منوره. شكرا لجنة التحكيم. انتوا اعزائي المشاهدين اذا متفقين مع لجنة التحكيم وتحبوا تشوفوا كورال الفيحاء وتبغوهم يكونوا معانا للفاينل، اتصلوا او ابعتوا اس ام اس على الرقم اللي بتشوفوا امامكم اسفل الشاشة وصوتوا للرقم 4. شكرا كثير 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 لكورال الفيحاء. شكرا لكم، ميرسي كثير. تفضلوا، ما تنسوا تصوتوا لنا على رقم 4.